إذن يبدو أن تأثيرات فيروس كورونا السلبية على العالم آخذة بالتوسع، ولعل أبرز القطاعات تأثرا هو قطاع الطيران. إذن يمكن أن نتابع الآن توقع مثلا مطار هيثرو البريطاني الشهير، أكثر مطارات العالم ازدحاما، أن تنخفض طلبات رحلات الركاب في خلال شهر أبريل الجاري بنسبة 90% مع استمرار تفشي وباء كورونا عالميا. هيثرو ذكر أن أعداد الركاب انخفضت بنسبة 52% في مارس لتصل إلى 3.1 مليون راكب، بعدما نصحت الحكومة البريطانية بعدم السفر إلا للضرورة. وفي الوقت نفسه انخفض العدد الإجمالي للرحلات الجوية التي تهبط وتقلع في مطار هيثرو والتي تشمل طائرات الركاب والبضائع بنسبة 35% لتصل إلى 25,798 رحلة. أزمة كورونا طالت موظفي المطار أيضا، إذ هددت إدارة هيثرو موظفيها بخطر التعرض للفصل في حال رفضهم قبول خفض الأجور طوعيا بسبب الأزمة المالية التي خلفها تفشي الوباء. أزمة الطيران خلال كورونا تذكرنا بأزمات أخرى شلت حركة الطيران عالميا في السابق، لعل أبرزها ثوران بركان في أيسلندا عام 2010، وهو الذي شل حركة الملاحة الجوية في أوروبا. شهدت حركة الملاحة الجوية أنذاك شللا في شمال أوروبا بسبب سحابة من الرماد انبعثت من البركان، وتسببت بإغلاق المجالات الجوية في إيرلندا وبريطانيا والدنمارك والسويد وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى اضطرابات ملاحية كبرى في فرنسا وألمانيا وبولندا لمن يتذكر ذلك. ولا ننسى طبعا تأثيرات أحداث 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة، والتي تسببت بأضرار ضخمة لقطاع الصحة الطيران العالمي. لكن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشن أكد أن تأثير كورونا السلبي جب كل ما قبله.